لخبر آخر، ربما النهاردة كل المواقع التواصل الاجتماعي وكل المواقع أيضا الإخبارية كانت بتتحدث عن الصوت أو الأصوات اللي الناس افتكرتها أنها انفجارات في أكتوبر. الشروق بتقول بتقول طائرات تدريب وراء أصوات الانفجار في أكتوبر. مصدر أمني في محافظة الجيزة قال إن قوات الحماية المدنية في المحافظة بقيادة اللواء أسامة شعبان مشطت مدينة 6 أكتوبر عقب سماع دوي انفجار بالمنطقة، لم تعثر على أي متفجرات، وتم توضيح إن اختراق عدد من طائرات التدريب لحاجز الصوت وراء الصوت اللي هز المدينة وشعر به السكان في هذه المنطقة تحديدا في مدينة 6 أكتوبر.